وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ. أستاذ محمود، بعد التحية، كيف تابعت زيارة الرئيس السيسي الأولى لصربيا ودلالة توقيتها؟ بالتأكيد احنا قدامنا زيارة مهمة جدا بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية صربيا، خاصة أنها الزيارة الأولى للرئيس مصري منذ أكثر من 35 عاما إلى صربيا. نعم. وده يمكن تعزيز لفكرة العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا خلال السنوات القادمة، خاصة وأنه هناك ما يمكن البناء عليه الآن، وهو الاهتمام المشترك ما بين مصر وصربيا بالقضايا الإقليمية والقضايا الدولية المشتركة بمواجهة التداعيات الخاصة بالأزمة الأوكرانية على أوروبا وعلى العالم كله. تعزيز التعاون واللي يمكن ده شفناه خلال اللقاء الثنائي والمؤتمر الصحفي، أنه هناك اهتمام مصري وصربي بتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات. ربما ظهر من الأمس هذا الاستقبال الكبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيام المقاتلات الصربية بمراقبة الطائرة الرئاسية. نعم. وده تعبير عن مدى اعتزاز صربيا بهذه الزيارة الكبيرة وهذا الوزن الكبير لمصر وللرئيس المصري الذي أصبح لاعبا رئيسيا الآن في كثير من قضايا المنطقة، في سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا. هذه الرؤية من صربيا إلى مصر ربما تؤسس على النجاح المصري الكبير في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية، الحكمة الكبيرة التي تعمل بها مصر مع عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء في القضية اليمنية، القضية الفلسطينية، القضية الليبية، غيرها من القضايا التي ربما تؤرق النظام الدولي. الآن مصر تلعب فيها دورا كبيرا ومحوريا من أجل حل هذه القضية. الدعوة الدائمة من جانب السيد الرئيس للسلام العالمي، وده ربما محط اهتمام من جانب الجمهورية الصربية، حيث كلاهما يهتمان بالسلام العالمي. وربما نتذكر انه صربيا هي الدولة التي ورثت دولة يوغوسلافيا سابقا. العلاقات المصرية اليوغوسلافية في الستينات وفي السبعينات وتأسيس حركة عدم الانحياز في فترة كانت ربما تشبه كثيرا الفترة التي نعيشها الآن من اختلافات ما بين الكتل الشرقية والكتل الغربية، الآن العالم يستعيد نفس هذا الزخم، وربما من حسن الطالع أن تلتقي مصر وصربيا في ذلك التوقيت حتى تقول للعالم أنه هناك فرصة للسلام، وهناك فرصة إلى أنه الدول تعيش وشعوبها تعيش من أجل تعزيز مصالحها المشتركة بعيدا عن لغة الدماء ولغة التعامل بالسلاح. نعم. أيضا هناك نمو اقتصادي جيد في صربيا، هناك صناعات عسكرية وصناعات مختلفة، هناك تقدم في المجال الزراعي، ربما هناك خبرات قد تستفيد منها مصر في هذا الصدد. أيضا هذا التقدير الكبير بتقليد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوسام الجمهورية وأرفع الأوسمة في صربيا، تعبيرا عن مدى هذا الامتنان وتعزيز أواصر الصداقة ما بين مصر وصربيا على مستوى أعلى، تصل إلى حد الشراكة الاستراتيجية التي ربما الآن نرى توقيعها ما بين مصر وصربيا، وربما إشارة إلى شراكات أخرى ربما تعقدها مصر مع دول أوروبية أخرى. نعم. قبل المؤتمر الصحفي شهد الزعيمان توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مصر وصربيا في العديد من المجالات، مثل فيها مصر السيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية، وأيضا السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. في رأيك، ما أبرز مجالات التعاون التي تنتظر مصر وصربيا في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن؟ بالتأكيد مصر لديها اهتمام كبير بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالآلات الزراعية الحديثة التي ربما توردها صربيا إلى مصر. أيضا هناك اهتمام بالصناعات الدفاعية، وصربيا من الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية، ربما هناك يكون هناك تبادل الخبرات وتبادل الرؤى حول هذا الأمر أيضا، خاصة وأن هناك اهتمام من جانب مصر بمثل هذه الموضوعات. أيضا التعاون الاقتصادي على مستوى أنه المنتجات المصرية تجد سوقا جديدا في صربيا، وأيضا المنتجات الصربية تجد سوقا في مصر. المجالات السياحية، وهناك تدفق سياحي جيد من جانب صربيا إلى المنتجعات المصرية. أيضا هناك اهتماما بقضية المناخ، وربما مصر تستضيف هذا العام قمة المناخ COP7، وهي القمة الأعلى في العالم، وهناك اهتماما صربيا أيضا ظهر اليوم بهذا الأمر. أيضا مسألة أنه هناك اتفاقيات تعاون
خاصه بالاعلام وخاصه بالتعاون الاعلامي، خاصه وان صربيا من الدول التي تهتم بنشر ثقافه او مواجهه الفكر المتطرف ونشر ثقافه التسامح، وهي من العناصر الرئيسيه في التوجه الاعلامي المصري وفي الرساله الاعلاميه التي تؤسسها وسائل الاعلام المصريه في مكافحه الافكار المتطرفه والمتشدده ونشر قيمه التسامح والسلام بين شعوب العالم. إذا أخذنا فيما يتعلق بمجال السياحة تحديدا أستاذ محمود، يعني هناك تطور في الحركة السياحية من صربيا إلى مصر في السنوات الأخيرة، وأيضا العديد من الطائرات أو خطوط الطيران المباشرة بين القاهرة وبلغراد في هذا المجال تحديدا، وأيضا التاريخ ممتد ما بين مصر وصربيا في العديد أيضا من المجالات. التاريخ المصري كان يدرس سابقا في المدارس الصربية. صحيح، ربما هناك علاقات طويلة وممتدة وهناك تعاون في كثير من المجالات، تاريخ مشترك يربط مصر وصربيا، وصربيا هي وريثة دولة يوغوسلافيا القديمة، وكان هناك يعني لقاء كبير جدا بين مصر ويوغوسلافيا في السبعينات وفي الستينات. نعم. في القرن الماضي هذا الأمر ربما يعزز هذا التوجه الصربي الآن من أجل تعزيز العلاقات المصرية ويعني اعتبار مصر كأحد الوجهات الأولى للسياحة الصربية، لأنه مصر تتمتع بمقاومة سياحية كبيرة وأيضا لديها تسهيلات كبيرة في السياحة القادمة من صربيا. هناك تسهيلات خاصة بحاملي جوازات السفر سواء من مصر أو صربيا في الدخول بدون تأشيرات صعبة، كل هذه الأمور تعزز هذا الأمر وتعززه وتؤسس عليه التاريخ المشترك الذي يربط مصر وصربيا التي كانت يوغوسلافيا فيما سبق. أتصور أنه إحنا أمام مشهد مهم جداً، انه السياسه الخارجيه المصريه والدبلوماسيه المصريه تنجح في استعاده الزخم القديم لعلاقاتها مع دول اوروبيه مهمه زي صربيا. وهذا التاسيس ربما يعزز من مكانه ودور مصر وتحركها المحوري لحل كثير من القضايا والتعامل بشكل اكثر فعاليه مع القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء مع مصر او صربيا او من القضايا التي يهتم الطرفين او من القضايا العالميه التي تؤثر على الجميع الان وتؤثر على الاقتصاد العالمي والنظام العالمي والسلام العالمي. نعم، يعني اذا قلنا كما ذكرت استاذ محمود ان هذه اول زياره لرئيس مصري منذ حوالي او اكثر من 35 عاما، فنحن نتحدث عن محاوله انتعاش للعلاقات القديمه والتاريخيه والمتجذره ما بين مصر وصربيا. بالتأكيد هو تحرك يعني ذكي وتحرك في ملمح من ملامح الاستفادة من العلاقات القديمة المؤسسة على الشراكة الاستراتيجية التي كانت موجودة بين مصر وبين دول أخرى في العالم. هذه الشراكة تستعدها الدبلوماسية المصرية الآن بشكل حكيم وبشكل يعني فيه كثيرا من الحكمة والذكاء، أنه مثل هذه العلاقات والشراكات بين مصر وبين دول موجودة في العالم ودول مهمة زي صربيا، أتصور أن هي تعطي في ملمحا جديدا للسياسه الخارجيه المصريه انها تريد الاستفاده من جميع الروافد التي كانت موجوده فيها في السابق، انها تستعيد هذا الزخم التي كانت موجوده فيه في ذلك الوقت كلاعب دولي يؤسس لفكره دوله تواجه الارهاب وتحترم قيم السلام وتنشر التسامح في العالم. هذه القيم والمبادئ التي ربما تحدث عنها السيد الرئيس في خطاباته عن دولة يعني جزء من عمل إنساني كبير يحاول أن يؤسس لفكرة أن الإنسانية أكبر من فكرة الخلافات وأكبر من الصراعات الموجودة، وهذا الخطاب أتصور أنه وجد يعني آذانا صاغية في كثير من دول العالم التي تبحث عن مثل هذه الشراكات مع دول لديها مستقبل واعد، لديها اقتصاد جيد، لديها قدرة على مواجهة التحديات المختلفة، وأيضا لديها دورا محوريا في منطقتها وفي أفريقيا. كثير من دول أوروبا يعني تبحث عن بوابات إلى أفريقيا، بوابات للمنطقة العربية، ربما البوابة الأوسع والبوابة الأكثر رحابة والبوابة التي لديها تاريخا مشتركا مع كثير من هذه الدول هي البوابة المصرية التي ستعطي لمثل هذه العلاقات زخما كبيرا، وتؤكد هذا الدور التي تحاول مصر أن تلعبه كلاعب رئيسي في عمليات نشر السلام ومحاولة إنقاذ العالم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والمشاركة مع العالم في حل الأزمة الاقتصادية الموجودة والتي تعاني منها غالبية دول العالم. هذا التفاعل الكبير مع القضايا الإقليمية والقضايا الدولية تصور أنه صنع لاعب مهم جدا، هو اللاعب المصري في النظام العالمي الذي ربما يؤسس الآن
في خضم هذا الصراع الذي يحدث ما بين يعني الشرق والغرب، ومحاولة صناعة يعني استعادة الزخم مرة أخرى لمصر، لحركة مثل حركة عدم الانحياز، أنه هذه الدول النامية لا تريد أن تدفع فواتير ضخمة لمثل هذه الصراعات، ولكن تريد أن تبحث عن دعم أكبر لشعوبها وبحث أكثر عن مساعدة هذه الشعوب في تخطي الأزمات التي تواجهها الآن بسبب هذه الأزمات الدولية الكبيرة. أستاذ محمود، إذا عدنا إلى مراسم الاستقبال والحفاوة التي قابل بها الجانب الصربي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وجوده، مرافقة المقاتلات الصربية لطائرات السيد الرئيس، مرورا بالموكب في الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي والذي انتشر بالأعلام المصرية، وأيضا أمام الجمعية الوطنية الصربية كوسيلة، انتهاء بالاستقبال الرسمي اليوم في القصر الرئاسي ببلغراد، ومنح السيد الرئيس وسام الجمهورية الصربية، أرفع وسام صربي. هناك أيضا تمثال للرئيس عبد الفتاح السيسي في صربيا بجوار تمثال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وربما كان حديث هناك للسفير الصربي في القاهرة بأن هو أول تمثال لرئيس حي يوجد، وذلك يعني تقديرا لجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز العلاقات بين الجانبين. كيف ترى، كيف أو تابعت هذه الحفاوة في هذا الاستقبال تحديدا؟ بالتأكيد هو يعني أتصور أنه تأكيد على المكان التي يتمتع بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن في كثير من دول العالم التي تنظر إلى الرئيس باحترام شديد جدا وبتقدير كبير جدا للدور الذي يقوم به والتحركات التي يقوم بها لكثير من التدخلات التي قام بها من أجل حل كثير من المشاكل المستعصية سواء في المنطقة أو في التعاون الدولي، أنه هناك مستوى رفيع يعني تمثله السياسة الخارجية المصرية الآن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل كثير من الأزمات وتقديم يد العون لكثير من الشعوب خلال الأزمات التي مر بها العالم خلال الأعوام السابقة. ايضا الحديث المستمر من جانب السيد الرئيس عن فكره الانسانيه والشراكه المصريه في هذا العمل الانساني، حديثه المستمر عن فكره تكامل الحضارات وليس صدامها، الاستضافه السنويه لمنتدى شباب العالم وحديث الرئيس الذي يستمع اليه كثيرا من دول العالم وتنقله وكالات الانباء وتنقله الصحف الدوليه عن ما يدور في مثل هذا المنتدى وما يتحدث به السيد الرئيس عن في كثيرا من القضايا الدوليه وهذه الحلول التي يطرحها والتطلعات التي يعبر عنها والأحلام التي يحلم بها من أجل إنسانية أكثر رحابة وإنسانية تتخلص من الصراعات وتتخلص من التيارات المتشددة وتتخلص من يعني المشاكل التي تؤثر على شعوب العالم بالأساس، والذي يعني هذه الشعوب التي تدفع فواتير ضخمة بسبب مثل هذه الصراعات. هذا التوجه الإنساني وهذا الزخم الكبير للسياسة الخارجية المصرية الدبلوماسية النشطة التي تمارسها مصر، وهذا الحضور الإقليمي وهذا الحضور الدولي والتواجد في يعني مؤتمرات ومنتديات دولية مهمة والمشاركة فيها بفاعلية، صحيح. يعني صنعت لي أو استعادت زخم فكرة التحركات المصرية وصنعت من السيد الرئيس رمزا عالميا الآن لفكرة نشر التسامح وفكرة التعاون من أجل السلام والتعاون المشترك والبحث عن المصالح المشتركة، وأيضا ممارسة السياسة بشكل شريف ونزيه وعادل وفيه كثيرا من المرونة الذكية وفيه كثيرا من الرغبة في صناعة الشراكات الاستراتيجية مع كل الدول. هذا الانفتاح وهذه هذا الانفتاح على العالم وهذا الرغبة في عدم وجود أي خلافات مع أي دولة في العالم والبحث عن المساحات المشتركة في هذه العلاقات والمصالح المشتركة، تصور أنها صنعت زخما مهما جدا للسياسه الخارجيه المصريه في عهد الرئيس السيسي، وايضا وضعت الرئيس السيسي في مصاف الزعماء الكبار الذي ينظر اليهم العالم دائما من اجل حل كثيرا من ازماته ومشاكله، وايضا هذا التقدير المبني والمؤسس على سنوات وعهود سابقه للسياسه الخارجيه المصريه التي كانت تتعامل بشكل يعني في كثير من الذكاء والحكمه في ظروف سابقه، نستعيد زخمها الان بهذه الزياره ونستعيد زخمها الان بهذا الاستقبال الكبير والترحيب الكبير بزعيم جديد للعالم النامي وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، يعني اذا نتحدث دبلوماسيا، هي علاقات ممتده منذ حوالي 114 عاما، ترجمتها ربما تصريحات السفير الصربي في القاهرة عندما تحدث عن صربيا تعطي الاهتمام إلى أربع عواصم
هي القاهرة وواشنطن ولندن وموسكو. أيضا هناك دعم متواصل أو متبادل ما بين مصر وصربيا في المحافل الدولية عند التصويت لأي مرشح من الطرفين. بالتأكيد هذا التنسيق الدبلوماسي ممتد وقديم. هذا التلاقي ربما سبب الرئيسي هذا التلاقي الفكري ما بين مصر وصربيا في كثير من القضايا، وهذا الاهتمام المشترك بقضايا مشتركة. هذه المشتركات هي التي أسست لفكرة هذا التعاون في التصويت داخل الأمم المتحدة وآلياتها للمرشحين سواء من مصر أو من صربيا. وهذا التعاون السياسي المحمود وهذا اللقاء الدبلوماسي المستمر أتصور أنه هو يعني يعطي نموذجا للعلاقات الثنائية المشتركة لأي دول تبحث عن مثل هذه الشراكات، أنه هذا نموذج للشراكات الدبلوماسية الجيدة، هذا النموذج المصري الصربي وهذه العلاقات الممتدة والطويلة التي فيها كثيرا ما تفهم من جانب الطرفين لما يحدث في كلا البلدين. وهذا التفاهم ربما يؤسس على أنه هذه السياسات وهذه التحركات السياسية يتفهمها الطرف الآخر، نعم، ويتفهم دوافعها ويتفهم ما ترمي إليه من أهداف، وهذه هذه الأهداف ربما يشترك فيها الطرفان ويبحثان عن ما هو يعزز مثل هذه الشراكات طوال الوقت. وأتصور أنه ستستمر هذه الأمور وربما تتوسع لضم مزيدا من الدول تستعيد مثل هذا الزخم الذي كان موجودا في العلاقات ربما أكثر من 35 عاما. نعم، أيضا المجال الثقافي ليس ببعيد عن المباحثات التي تم تناولها، وأيضا عن التاريخ الممتد ما بين مصر وصربيا. يعني هناك العديد من الكتب و المراجع المصرية تم ترجمتها للغة الصربية، هناك اهتمام في مجال الثقافة أيضا. بالتأكيد مصر هي منارة الشرق الأوسط ومنارة الدول العربية، ما تقدمه من إسهام فكري وإسهامات ثقافية مقدرة عند كثير من دول العالم، وتترجم الأعمال المصرية ليست للصربية فقط ولكن للغات كثيرة. صربيا تهتم بأنه بالثقافة المصرية وبالأدب المصري لأنه هو يعني من اكثر يعني الاداب العربيه شهره، وفي نفس الوقت يعكس الى اي مدى تتطور الاداب والثقافه في المنطقه العربيه وبالتالي وايضا الافريقيه، وبالتالي النظر الى مصر ربما يعني يعطي صوره اشمل لما يحدث من تطورات ثقافيه سواء في المنطقه العربيه او في افريقيا. وهذا ربما مسار اهتمام على مدار التاريخ من جانب دول أوروبية كثيرة تبحث عن المعرفة بالآخر والمعرفة بثقافة الآخر والبحث عن كيف يفكر الآخر، فتجد أمامها المؤلفات المصرية وتجد أمامها الثقافة المصرية بتطورها وتنوعها ويعني تناولها لكثيرا من القضايا التي تهم دول العالم في معرفتها عن هذه المنطقة. الثقافة المصرية يعني رائدة في كثير من المجالات، والفن المصري رائد في كثير من المجالات، وده سببه هذا الاهتمام الكبير من جانب الدول الأوروبية بهذا التطور الثقافي وبالمعرفة بالآخر من خلال المؤلفات المصرية. المباحثات بين الرئيسين تناولت أيضا جهود مصر في حشد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، كيف ترى ذلك وما هي المساهمة التي تتطلع عليها مصر من الجانب الصربي في هذا الشأن؟ بالتأكيد يعني اهتمام الدبلوماسية المصرية بالتغير المناخي وآثاره مبني على تبني مصر لقضية العدالة المناخية، وأنه الدول النامية لديها كثير من المشكلات التي صنعتها الدول الكبيرة بسبب تعاملها الغير رشيد مع المناخ في السنوات السابقة. ايضا اهتمام مصر الكبير بالامن المائي والامن الغذائي وتاثير التغيرات المناخيه على كليهما لصعوبه التعامل مع هذه القضايا، وايضا الاهتمام كثيرا من دول العالم بهذه القضايا وهما قضيتان محوريتان بالنسبه لمصر وكثير من دول العالم التي تمر الان بازمات لها علاقه بالتصحر ولها علاقه بازمات الطاقه ولها علاقه بازمات الغذاء وتفاقمها حتى بعد اندلاع الازمه الاوكرانيه. فصربيا لديها إسهامات ربما تقدمها في هذا الأمر، وباشتراك مع مصر وباشتراك في القمة القادمة أتصور أنه تستطيع مصر وصربيا أن تقدمان رسالة ونموذج للتعاون المشترك في مثل هذه القضايا، قضايا المناخ، خاصة وأنه
تحتاج هذه القضايا لكثير من التعاون وكثير من الأفكار حتى يستطيع العالم عبور هذه الأزمة الممتدة والكبيرة والصعبة من خلال قرارات واتفاقات ثنائية يعقدها أكثر من جانب من أجل التعامل والاتجاه أكثر للاقتصاد الأخضر والابتعاد عن الملوثات البيئية والابتعاد عن المؤثرات البيئية، وأيضا البحث عن سبل لتعويض الدول التي تأثرت بهذه التغيرات المناخية وتنفيذ أفكار العدالة المناخية التي نادت بها الأمم المتحدة وحاولت الدول النامية أن تتحدث عنها أكثر من مرة، وهي المساعدة في التنمية والتنمية الخضراء والابتعاد عن ما قد يلوث البيئة الاتجاه نحو الطاقة النظيفة والاتجاه أكثر نحو الاستفادة من الطاقات الطاقة المتجددة والتحول في الصناعات نحو آلات تعمل بهذه الطاقة حتى يعني يقل الانبعاثات الحرارية المضرة بالبيئة وتزداد يعني الاتجاه نحو التعامل مع البيئة بشكل رشيد وبشكل هناك من المهم نشر هذه الثقافة البيئية، وربما هذا التعاون يعزز مثل هذه الأمور خلال الفترة القادمة سواء على المستوى الإعلامي أو على المستوى التبادل ما بين الدولتين في الزيارات المشتركة أو في اللقاءات والمباحثات المشتركة على سواء يعني على صعيد الاتفاقات الثنائية أو على مستوى نشر ثقافة التعامل مع التغيرات البيئية. إذن نحن أمام بالفعل زيارة مهمة على مختلف الأصعدة، ولكن كيف ترى مستوى التنسيق السياسي بين البلدين في ضوء تأكيد الرئيس السيسي على حرص مصر على التشاور مع الجانب الصربي بقضايا موضوعية متعددة تشمل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها؟ صربيا كانت في السابق تعبر دائما عن قلقها من موجات الهجرة غير الشرعية وقلقها من انتشار الجماعات المتشددة والعناصر الإرهابية في دول أوروبية عديدة، وربما هذا كان مصدر قلقا داخل الاتحاد الأوروبي وداخل دول أوروبية تشعر بالقلق من وجود مثل هذه الأفكار وهذه التيارات المتشددة على أراضيها، وكانت تعمل طوال الوقت بتنسيق كبير مع الدولة المصرية ومع دول كثيرة تواجه هذه يعني هذه الجماعات الإرهابية المتشددة المتطرفة بمحاولة تنسيق مشترك سواء على مستوى التعاون الأمني أو على مستوى التعامل الفكري مع هذه الأفكار المتشددة. فأتصور أنه هناك الحاجة لتعزيز مثل هذه الشراكات في مواجهة الإرهاب وما يعني وتأثيراته على هذه الدول، البحث عن مواجهات مع هذه الجماعات وتصنيفها كجماعات إرهابية حتى يسهل التعقب ويسهل التعامل معها، واقناع دول كثيره في العالم ربما تتعامل مع هذه الجماعات الان بشكل من اشكال الارهابيه وعدم الشعور بالخطر منها، انه هذا الخطر سياتي وانه هذا التهديد يعني تهديد جاد لهذه الدول. صربيا تتحدث كثيرا عن هذه الامور وتتحدث كثيرا ايضا عن يعني قلقها من موجات الهجره غير الشرعيه ومؤخرا من الازمات التي قد تسببها قضايا الهجره داخل اوروبا بعد اندلاع الازمه الاوكرانيه. مصر لديها تجربه جيده في التعامل مع المهاجرين واللاجئين، وهي تجربه مصريه يعني بالاساس تتعامل معهم باعتبارهم ضيوفا ويعني و لا تتعامل معهم ولا وتضعهم في معسكرات، ولكن تضعهم في بيئه طبيعيه تمكنهم من العيش بشكل كريم وتعزز من حقوقهم الانسانيه. فبالتالي هذه التجربه ربما كثير من دول العالم تنظر اليها بشكل من التقدير من اجل الاستفاده من هذه التجربه ورؤيتها عن قرب، وايضا التوسع في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومصر لديها تجربة جيدة أيضا في هذا الأمر وتقدر في كثير من الدول الأوروبية، وربما يعني الدول الأوروبية تنظر الآن لمصر بنظرة أخرى أنه مصر تحاول أن تواجه مراكب الموت بمسألة أنه يبقى في نشر للفرص والتنمية في المناطق التي تتحرك منها هذه الهجرة باتجاه أوروبا، وتشارك أيضا في عمليات المكافحة على بطول شواطئ يعني شمال افريقيا وجنوب اوروبا حتى يعني تمنع او تحاول ان تحد من هذه الظاهره وتفاقمها والتي تؤثر على الانسانيه بشكل او باخر وعلى حقوق الانسان بشكل او باخر. وبالتالي اتصور انه التعاون المصري الصربي في هذا المجال ربما يعني يعطي نموذجا لاوروبا ويعطي نموذجا للعالم في كيفيه التعاون المشترك في مكافحه مثل هذه القضايا الخطيره.
الأستاذ محمود بسيوني، عذرا إن كنا أطلنا عليك، ولكن شكرا جزيلا لك، كنت معنا هاتفيا الأستاذ محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.